السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الاخوان ديالنا، نهاركم مبروك، كنتمنى الله تكونوا على خير وبخير وصحه جيده رب العالمين. كنشكر المتابعين ديالي اللي كيتابعوني دائما خارج الوطن وداخل الوطن. كنقول لكم الله يحفظكم وكنتمنى من الله الخير لجميع المسلمين رب العالمين، الله يوفق الجميع واللي في قلبه شي حاجه الله يجعل ربي يحققها له في الدنيا وفي الاخره. كنتمنى من الله الخير جميع الناس كما قلنا لكم الاخوان ديالنا. بالنسبه للاخوان ديالنا كما كتابعوا معنا، نعطيكم واحد الفيديو صغير ان شاء الله ربي، نحاول نشترك معكم الخدمه ديالنا كامله من البدايه حتى النهايه. هذه قطعه ديال العوامه كما قلنا لكم، طريق المحطه بالضبط. ما غاديش نعطيها لكم 100%، ولكن هي محسوبه على العوامه. المهم ما علينا، حيت كنا بدينا فيها صراحه، نعطيكم الحفر ديالها وغبرنا شويه على حسب الماء، كانوا باقي ما جاوناش. الحمد لله الخدمه ديالنا كامله، لا هنا ولاد الجيراري راه كاملين باقي خدامين فيهم، غير الفيديو ديالهم باقي ما بديناش ننزلوا فيهم. خدمه الجيراري حتى هي الحمد لله راه خدامين فيها. نوجدوا لكم واحد الشيء، نعطيكم واحد الفيديو ديالها حتى هي عندنا فيها واحد شويه ديال العطلان صراحه، تعطلنا فيها شويه حسب بعد المسائل ديالها باقي ماشي مقاده مزيان. المهم هذه قطعه 100 متر، قلنا لكم 10 على 10 ديال واحد احد المتابعين ديالنا من الامارات. كنشكرهم بزاف بزاف على الثقه ديالهم، وكنقول لهم الله ييسر لكم الامور ديالكم والله ييسر جميع المسلمين. هي هذه القطعه ديال 10 متر، 10 على 10 عفوا، القطعه هي هذه ديال 10 على 10 100 متر اي بلس دو. حنا بدينا في فرشه النظافه او البرابوتي كما كتشوفوا معنا، عندنا دوبل سيناج ودوبل لونغرين، دوبل سيناج ودوبل لونغرين. حنا نعطيكم جميع التفاصيل ديالها ان شاء الله، ملي غنبداو نزلو الحديد غادي نعطيكم التفاصيل ديالها بالسميلات ديالها بالديتاي ديالها كامل. الناس كيبغيو يشوفوا البني من البدايه حتى النهايه، وحنا الحمد لله كنحاولوا نقربوا لكم حتى للدار ديالكم. اي واحد كيتفرج ويشوف واللي عارف واللي ما عارفش واللي باقي عاد يبني الله يسهل عليه، واللي بنى ثاني الله يزيدو. هذه هي فرشة النظافة أو البرابوتي، هذه كنحط نصايبوها باش على حساب ملي كنجيو ننزلو الحديد ما كنزلوش على التراب، ولا كتقدو له مزيان بالميزان، كلشي كيجي مقادد بالعبارات اللاكسات، فين غيجيونا السواري، فين غيجيونا لونغرينات السيناجات، هما هادو عندنا ضروري السيناجات، كنقادو داكشي هذا كلشي باش ملي كنزلو حديدنا كيجينا الأمور كاملة سهلة. هادشي باش حنا كنضطروا نحفروا هاد الحفير هذا، ما كنبغاوش نديرو غير الساس، هاديك خدمة قديمة ما كنتش نبغاو نديروها، تحفر غير الساس دورو بحال هكا الدورة كاملة وتنزل السيناجات أو ما تنزلش كاع حتى الفوق. المهم حنا داكشي اللي عندنا الحمد لله في البلان كنطبقوه، عندنا دوبل سيناج غنديرو دوبل سيناج، عندنا دوبل لونغرين غنديرو دوبل لونغرين، ما عندناش ما غنديروش. داكشي اللي عندنا في البلان كنحترمو احترام لجميع المهندسين، كل مهندس كيمشي على حسب الطريقة ديالو، كل واحد على حسب الخدمة ديالو. حنا كنطبقوا الحمد لله وكنتمنوا من الله اللي يحشرنا مع جميع الناس اللي كيعملوا الثقه ديالهم فينا. هذا اللي كان اخوان ديالنا، وكنتمنى من الله يعجبكم هذا الفيديو هذا ونكون على حسن الظن ديال الجميع، وكنشكركم بزاف بزاف والله يحفظكم، تهلاو لي فراسكم.